الناس كلها اشتغلتيهم انت امبارح بصوره الحمل كده فايه والله دي كلهم بيسالوني دلوقتي لا انا الناس عاملين انت بتنزليش صور بتنزلي صور قديمه وبتاع عشان انا ما عنديش وقت دلوقتي ان اتصور يعني بصور المسلسلين مع بعض فرحت حطيت صوره من الكواليس ما لقيتش حاجه احطها حطيتها لقيتهم الناس ايه ده مش عارفه ايه وبتاع مع انه باين ان انا في كواليس المسلسل باين ان انا في المسلسل بالظبط طب يعني ده ما يشجعكش بقى كلام الناس الحلو ده ان احنا نأجل بقى التسجيل شويه ونبتدي الحمل ولا ايه؟ يعني يا رب ان شاء الله ان شاء الله عايز اعرف احمد فهمي لسه مطرقع ولا انت عقلتيه شويه؟ يعني ايه مطرقع؟ لا يعني مطرقع دمه خفيف بيهزر بقلب وحركات الكلاب طبعا اكيد دمه خفيف جدا طبعا طبعا احمد دمه خفيف اكيد هنشتغلوا مع بعض تاني قريب ولا ايه الاخبار؟ لا هو عنده فيلمين هو بيعملهم دلوقتي ولا ما فيش حاجه دلوقتي يعني هو مركز في الحاجات اللي هو بيعملها وانا مركزه في المسلسلين اللي نفسي اخلصه فرح كمان هتظهر هي اخيرا كمان معاكي في دور فرح بتعمل دلوقتي حتى مسلسل اسمه الطاووس مع استاذ رؤوف عبد العزيز وطلع دور حلو قوي يعني انا متحمسه ان انا اشوفها اصلا في المسلسل ده بالذات الناس لسه بتتلخبط بينكم لا 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 خالص لا هي اصلا فرح شكلها غيري انا عارف برضه الناس بتتلخبط في طريقه الكلام احنا شبه بعض في الكلام جدا يعني بنتكلم بسرعه وكده حاجه بسرعه كده عن بطولتك المطلقه اللي جايه المسلسل اللي بتجهزيه بقى تقولي الناس عنه ايه اقول يا رب يعجبكم وان شاء الله يعني يعني اقدم فيه حاجه يعني تحترم عقول المشاهدين يعني كلام كبير بس ماشي انت عارف امتى اخر كلام ان شاء الله يعني المفروض شهر 2 قنوات اتفقتوا عليها ولا برضه هيبقى منصات ولا ايه قنوات معينه ابتدى التعاقد عليها ولا منصات لا 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 قنوات ان شاء الله لا قنوات صار الدنيا هنا وهنشوفك في رمضان طيب ولا لا ان شاء الله النمر المسلسل النمر مع محمد امام حلو جدا ربنا يخليك شكرا جدا.